الأسد سيسقط لا محالة، سيسقط لا محالة، ولكن نطلب من الدول التي تدعي بأنها صديقة الثورة السورية بأن تعمل معنا كثوار كما تعمل روسيا وإيران مع الأسد. صراحة ما بتوقع، لأني يعني بظل الوضع اللي عايشينه وبظل الصراعات الدولية اللي عم تصير، فما بتصور تكون نهاية قريبة، لأنه العالم اللي عم يتصارع على سوريا هو ما بده الأسد تكون نهايته قريبة. هن بدهم تكون نهايته طويلة لحتى ينهوا البلد هاي، حتى الأطراف المتصارعة في سوريا سواء كان الأسد من جهة ولا كانت المعارضة من جهة تانية، هن بدهم يضل القتال مستمر، فما بدهم المعارضة تنتصر ولا بدهم الأسد ينتصر. هن مبسوطين على الوضع اللي هن فيه، لذلك أنا برأيي الأسد على الوضع اللي عايشينه حاليا مطول. سقوط الأسد بقول لك إيه ولا، من خلال يعني تحليلات على الأرض. إيه ممكن يسقط عنا بعد التقسيم، لأنه راح تكون إدلب وريف حلب بالغربي والحدود الساحلية للمحاذي لتركيا من خلال التقسيم أكيد راح تكون لحال، معناته هون سقوط الأسد عنا. أما لا، هي بالمناطق الخاضعة تحت سيطرتهم، لازقية، طرطوس، حلب، أكيد رح يكون لا ما ساقطوني. هيك التحليلات والأمور السياسية اللي عم تدور واضحة، وآخرتها بالتهجير القصري من مضايا والزبداني مقابل كفرية والفوعة واللي ما شاهدناه سابقا، يعني يدل على التقسيم. فالجواب إيه ولا لا ما بتوقع. السبب لأنه أول شيء تفرق الفصائل، زائد دعم الدول اللامحدود بنظام الأسد، يعني الأمور شبه محسومة. سقوط أسد بعيد وبعيد جدا يعني.